القراءة أصوات الحيوانات. أولا أكتشف ماذا أشاهد في الصورة. أشاهد في الصورة حيوانات في ضيعة، والبنت تفكر في أصوات الحيوانات. أم ماذا تسأل عائشة جدها؟ تسأل عائشة جدها عن الحيوان الذي أصدر الصوت. ثالثا أغني معجمي، أبحث في النص عن كلمتين مترادفتين. الكلمتان المترادفتان هما الطيعة المزرعة. الطيعة المزرعة. أبحث في النص عن كلمات تنتمي إلى المجال نفسه. أصوات الحيوانات: مواء، نباح، خوار، صهيل، نعيق. أصوات الحيوانات: مواء، خوار، صهيل، نباح، نعيق. رابعا أفهم. سألت عائشة جدها سؤالا أسطر تحته سطرا. السؤال هو: هل هذا مواء قطتي؟ أجاب الجد عائشة ماذا قال؟ قال: لا، هيا يا عائشة سأمنحك جائزة إن تعرفت على صاحب الصوت. قال: لا، هيا يا عائشة سأمنحك جائزة إن تعرفت على صاحب الصوت. كيف سيتعرف الجد وعائشة على أصوات أخرى للحيوانات؟ سيتعرف الجد وعائشة على أصوات أخرى للحيوانات بواسطة حاسة السمع. هل أعطى الجد الجائزة لعائشة؟ نعم. لماذا؟ لأنها تعرفت على الحيوان الذي أصدر الصوت. خامسا أستثمر. أتمم وأقرأ. انظري يا عائشة إلى هذه الدجاجة، إنها تقوق فصوتها قوق، وهذا الديك يصيح فصوته صياح. أما هذا الحصان فيصهل فصوته صهيل، والحمار ينهق فصوته نهيق.